مشاهدينا برحب فيكم من جديد. من بوابة برامج المواهب الفنية برزت كواحدة من الأصوات الغنائية يلي توقع إلى الجميع أن يكون لها مستقبل واعد بالساحة الفنية العربية. بنت جدعة مصر بلادي وغيرها من الأغاني رح نسمعها اليوم مشاهدينا باستوديو مع الحرة مع الفنانة المصرية الشاب المهضومة أنجي أمين. أهلا وسهلا فيكي أنجي. أنا وقت شفتك بذا فويس كثير حسيتك بتشبهي أنغام، فاليوم شخصي لا ما كثير بتشبهيها. يعني بس حبيت أقول لك على الهوا لأنه وقت كنت عم بحضرك بذا فويس وقت غنيتي لأنغام حسيت إنه إف كثير بتشبهها وصوتها كمان كثير قريب. فأهلا وسهلا فيكي باستوديو اليوم على الحرة وخبرينا جديدك. أنا بعد البرامج وبعد الراحة. جديدي دلوقتي بحضر في الميني ألبوم بتاعي وعاملين كولكشن اسمه بلاتوان مع مجموعة من نجوم في الوسط الفني وفي كمان أصوات شابة جديدة يعني في الشركة. أنا عاملة معهم أغنيتين، أنا بنت جدع وعلي. طب خلينا نبدا بانا بنتي جدع وعلي، اغنيتين من اصل البوم مجموعه من الاغاني لعده فنانين منهم احمد سعد وايضا عصام كاريكا وغيرهم. انا بدي اذكر انه عصام كاريكا حكي عن هيدا الالبوم وتوقعنا ينزل وبعد ما نزل الالبوم. بدي احكي عن اغانيك الاسمين علي وبنتي جدع بعاد كليا عن اللي شفناك عم بتغنيه بذا فويس، فخبريني ليه هال يعني ما بحسهم ابدا رومانسيين الرومانسيين الأغاني فليه وليه الألبوم بعد ما نزل؟ ليه الألبوم لسه ما نزلش؟ بس شوية في حاجات مؤخرة شوية في الورق أو حاجة في الحاجات دي يعني. والأغاني مختلفة عني شوية لأن أنا حبيت أعمل كده. هي كانت فكرة الفنان عصام كاريكا بصراحة يعني. هو قال لي تعالي نغير نظهر النص التاني اللي في شخصيتك. يعني أنا شوية هادية وشقية يعني ورومانسية ويعني كل الحاجات وعكسها شوية. فقال لي تعالي نعمل كده يعني تعالي الناس يشوفوكي دم خفيف البنوتة الشقية اللي احنا بنشوفها وهي قاعدة معانا يعني فتعالي نعمل ده نظهره للناس. فعملنا كده يعني. وشو قصتك مع علي؟ علي انا انجي استني علي بقى. ان شاء الله السنه. طيب انجي وجودك بالبوم في اسامي مثل عصام وايضا احمد سعد وغيرهم من النجوم الكبار قد ايه كمان تحدي لك كبير اكيد واعتراف فيكي كمان من ميلة تاني طبعا يعني. انا عايزه اشكر الفنان عصام كاريكا لان هو اللي رشحني بصراحه للموضوع. هو اللي كلمني وقال لي انا عايزك معانا وفي كولكشن وتعالي ونعمل اغاني فدي بالنسبه لي اكيد حاجه حلوه هتسمع مع ناس عندها جمهور اكبر اكيد لانه صحيح. يعني في البرامج بنعمل جمهور بس اكيد مش بيبقى زي السوبر ستارز يعني فده بالنسبه لي حلو حاجه حلوه. طب بدي احكي كمان عن الميني البوم اللي عم بتحضريه ست اغاني سته وين صرتي فيهم والالوان الغنائيه اللي رح تكون بهالميني البوم وشو حنشوفك عم تغني اللهجات اللي حتغنيها ممكن خبرينا هيك تفاصيل اللي ممكن تقوليها. اوكي يعني انا هعمل البوم شويه مختلف في كل حاجه هعمل رومانسي وهعمل دراما وهغني لبناني وهغني خليجي ان شاء الله نفسي اعمل حاجه خليجي وقبل كده انا كنت عامله اغنيه مغربي انا بحب التنوع و يعني وعايزه اطلع كل الحاجات اللي عندي يعني عايزه الناس تسمع كل حاجه شو ممكن تغني يعني الالبوم هينزل قريبا الميني البوم بعد ان شاء الله يعني بعد بس الكوليكشن ينزل ويعني نفرح بالنجاح بتاعه شويه واكيد هننقي له وقت مناسب ينزل فيه يعني. طب ليه ميني البوم؟ هل هي قصص انتاجيه؟ هل هو ما بعرف مشروع انت عم تقومي فيه يكون في ميني البومز بدل السنجلز مثلا او بصي انا بتسال السؤال ده كتير بصراحه يعني في ناس كتير تقول لي انت ليه تعملي ميني البوم ما تعملي البوم يعني فاحنا ممكن نقول لشركة الإنتاج إن احنا نعمل ألبوم نطلب عبر شاشتنا اليوم إنه ليست أغاني فيهم يكونوا 12 بتغني كل اللهجات وكل الألوان صح؟ هيدا نداء ل استسامح عبد الوهاب استسامح. طيب إن شاء الله كل التوفيق أكيد بألبومك. بعرف إنك كنتي بدبي من فترة وصورتي تاني كليب بعد مصر بلادي صورتي أنا بنتي جدعة. بدي أعرف منك قد إيه كنتي جدعة
باللوكيشن تبع التصوير؟ قد ايه كان في خوف لانه كليب مراهنين عليه انت وشركه الانتاج؟ هيدي التفاصيل وكيف حتكوني جدعه بالكليب؟ انا كمان مختلفه في الكليب يعني يعني انا غيرت عملتي نيو كل لوك حاجه يعني غيرت شكلي الستايل بتاعي الاغنيه مقسوميه فكل حاجه بالنسبه للناس مفاجاه فبالنسبه لي دي خايفه شويه بس في نفس الوقت مبسوطه حاسه ان التجربه هتبقى حلوه والناس هتحبها لانه انا طالعه طبيعيه اكتر في الكليب يعني طالعه بشخصيتي اللي هي اللي بيشوفوها اصحابي يعني الشقيه الشقيه اللي بتضحك المبتسمه على طول بس ليه بيشوفوها اصحابك ما بنشوفها كلنا انت هلا عم تبتسمي شايفينا كلنا صحابك انجي ممكن نسمع شيء من انت جدعه او شيء من الجديد او علي او شيء ولا ما نسمع شيء قديم انت على راحتك يعني مسموح تغني الاغاني يعني خلي الاغاني دي الناس تسمعها انا عايزه الناس كمان تشوف الكليب وعايزه الناس تسمع الاغاني بالمزيكا احسن يعني طب نسمع شيء قديم لك يعني منك اوكي شو حابه تسمعينا؟ ممكن نقول حاجه لأم كلثوم مثلا صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير ورديت عن ظلمك لكن كل ده ملهوش تأثير والقرب هسى وراني القرب هسى وراني البعد ارحم تمك اكثر من رائعه الا امي اوبريت جديد بمناسبه عيد الام يعني بعد كم يوم قريبا خبرينا مين الفنانين المشاركين التفاصيل كلها الا امي ده اوبريت يعني مش اوبريت لانه الاوبريت بيبقى اكبر شويه هو احنا اربعه اوكي ولدين وبنتين في احنا ثلاثه انا واحمد وحسن احنا من الشركه ومعانا بنت كمان هي من بره الشركه بس هي جت شاركت معانا في الـ في الـ في الغنوه يعني برضو كانت امين للبنت اسمها انجي برضو دي برضو كانت دي الحان عصام كاريكا كانت فكره يعني انه نعمل حاجه
شبابيه، كلها شباب يعني، ما فيش حد من الناس اللي هي المعروفه يعني. وعملنا الفكره وصورناها كليب كمان، وهتنزل في عيد الام ان شاء الله. هنشوفها بعيد الام اذا الله رد، ناطرينها اكيد ان شاء الله. كل شيء بينقل عن الام اصلا بيكون حلو يعني، ما حاسالك شو هي الاغنيه لانه عن الام شيء حلو كثير. بدي احكي عن انظلمتي ما انظلمتي، انحكى كثير العالم قامت وما قعدت بعد ما خرجتي قبل الحلقه الاخيره من برنامج ذا فويس. يقال انه شيرين عبد الوهاب ظلمتك. سمعنا وقرينا وشفنا، انت شو القصه من عندك اليوم؟ بصي اولا انا كنت موقعه تكوني ذا فويس، يعني هو ناس كانت متوقعه كتير، انا ما بحبش يعني اقول ان انا كنت متوقعه ان انا اعمل مش عارف ايه، انا بسيب دايما الحكم للناس وبسيب دايما الناس اذا حبتني او ما حبتنيش يعني. ف ظلم، حسيت اكيد بالظلم طبعا انه خرجت يعني، بس ما زعلتش لانه يعني انا دايما عندي جمله بمشي بيها في حياتي اللي هو مش هتاخدي حاجه الا لو ربنا كاتبها يعني عاملها. فهو ربنا كاتب انه انا مثلا اوصل لحد هنا وبعد كده هعمل كذا وبعد كده هوصل لكذا، فعندي شويه رضا نفسي من جوايا. كنت حاسه انه ممكن شيرين عبد الوهاب تختار المصري، البنت المصريه بنت بلدها، وهي قامت اختارت شاب ثاني انه جنسيه ثانيه؟ كان عندك هذا الشعور انه انا ممكن يكون عندي الحظ لانه انا مصريه وشيرين مصريه؟ هو طبيعي يعني صراحه. بصي من الداخل اكيد كنت حاسه. انا نفسي صراحه يعني انا اخترت شيرين لهذا السبب يعني انه يعني هي في الحكام موجوده، هي بتمثل بلدي، فليه ما اختارهاش هي واختار حد تاني؟ مع 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 احترامي طبعا لكلهم يعني، طبعا اسامي كبيره جدا وبحبهم جدا جدا، وانا من عشاق كاظم الساهر يعني بحبه جدا. بس حسيت يعني قلبي قال لي يعني اختاريها هي يعني. فعملت كده فاخترتها، ده سبب من الاسباب انه انا يعني اختارك انت عشان من بلدي، ده مش عيب. اليوم زعلانه منا لشيرين عبد الوهاب؟ لا خالص، اليوم مش زعلانه. لا انا ما بزعلش ابدا من حد، وعادي يعني، هي جت كده. عندما توصلي لا يعني حفه النجاح او يعني اخر شيء ممكن تكون انه خلص عم بوصل كون احلى صوت وما تكوني انت، الشعور بالظلم قد شو بيعمل فيك يعني اليوم؟ شو حسيت؟ هل بكيت؟ هل لا خالص، كنت مبتسمه جدا فرحانه قويه. طب تعي نقدم لها شيء لشيرين ونغني لها اغنيه لها، شو رايك؟ شو بتغني لها؟ كان في اغنيه زمان لشيرين اسمها بحبك قوي. انا بحب الغنوه دي يعني. بحبك قوي، بحبك لدرجة خلت مشاعرك وقلبك قوي، بحبك قوي دي غلطة حياتي، بإيدي هتخلص وقريب أوي، أكيد من عذابي همل، أكيد حبي هيقل
يسلم تمك. انت بتقولي انه بتتمني تتجوزي بال 2004 2004 لا بتتمني تتجوزي هالسنه؟ لا او يعني ناطره مش... او في علي شكله ما فيش علي. لا لا انا اغنيه علي دي عملت لي مشاكل على فكره. لا يعني عادي زي اي بنت يعني بتمنى اشوف نصي تاني يعني. لازم تفتشي عليه يكون اسمه علي. خلاص غنيه اسمه علي يبقى حلو. يعني انا اصلا بحب اسم علي بصراحه، ويعني لو ربنا كرمني واتجوزت يعني ممكن اسمي ابني علي ان شاء الله. تكون هالسنه هيك نشوفك عروس وتكوني عروس الوسط الفني. بدي اتشكر وجودك معنا باستوديو اليوم على الحره، وطلبوا مني انه نختم هيك نسلطن كمان على اغنيه منك. أوكي. شو هي الاغنيه حتكون؟ شربي مي عروه. بدي ودعك وانت بدك تودع المشاهدين باغنيه. اوكي. انا عايزه اقول لك يعني انا مبسوطه ان كنت معاكي وانت زي القمر ومذيعه جميله.